شرطة شيكاغو حائرة لاختفاء وريثة مليونير من دون أثر. لا يمكنهم أن يصدقوا أن شخصا ثريا وصاحب نفوذ يمكنه أن يختفي. يستلم القضية بعد 12 سنة ستيف ميلر. طورت منهجا صغيرا أشير إليه بقول الحق الاحتيال تحل الجريمة. يكتشف تاجر خيول له تاريخ حافل في غش الأرامل الغنيات. يأتي أحد ما يبحث عن حصان ليشتريه فأقدم له العشاء فيشتري الحصان. ريتشارد بيلي هو أحد أعظم المخادعين في التاريخ الأمريكي. هل قتل الرجل المخادع الوريثة؟ اكتشف ذلك الليلة. في شباط فبراير من عام 77 خرجت واحدة من أغنى نساء شيكاغو من عيادة مايو ودخلت تاريخ الجريمة. كان من المفترض أن تصل الوريثة هيلين براك البالغة 65 عاما إلى فلوريدا الأسبوع التالي، لكنها لم تصل أبدا. على الرغم من التحقيق الذي دام سنوات عدة، كانت الشرطة عاجزة عن معرفة ماذا حصل لهيلين براك. لا يزال الأمر مستمرا، ولا يعقل أن لا يتقدم أحد ليخبر ما الذي حصل أو أين هي جثتها. عندما اختفت هيلين تركت وراءها عقارات كثيرة، 5 سيارات فخمة بما فيها سيارة من طراز رولز رويس، كما تركت عشرات الكلاب والكثير غير ذلك مما شكل الحافز للقتل. تركت ثروة بقيمة 30 مليون دولار. تحدثت الشرطة إلى كل شخص كان يمت بصلة إلى الأرملة المنعزلة كأخيها ومدبر منزلها، وإلى من كان يعتقد بأنه حبيبها ريتشارد بيلي. كان لدى الشرطة العديد من المشتبه بهم، ولكن لم يتمكنوا من إيجاد جثة ولا سلاح جريمة. لم يكن هناك دليل مادي. شغلت هذه القضية مدينة شيكاغو. في الواقع إنه لغز. ربما كانت تلك الجريمة الغير محلولة الأكثر شهرة في تاريخ شيكاغو. حير لغز اختفاء هيلين براك المحققين لسنوات. أرملة غنية ومخادع ساحر وأفراد عصابة يختلطون مع مالكي الخيول من أصحاب الملايين. عندما بدأت الحقيقة تظهر، أزالت الغطاء عن أسرار المجتمع الراقي الوسخة في شيكاغو. ولدت هيلين براك في عام 1911 من عائلة من الطبقة العاملة في مدينة يونيون بورت الريفية في أوهايو. أبوها كان سائقا وأمها ربة منزل. كبرت هيلين وأصبحت جذابة. نظراتها جعلتها معروفة، لكنها لم تجلب لها الحظ. طلقت زوجها الأول عندما كانت في 21 من عمرها. بعد ذلك فر من حولها الرجال الذين كانت تجذبهم. تنقلت هيلين لسنوات عدة في وظائف عديدة حول أوهايو، لكن حياتها بقيت كما هي. سافرت هيلين إلى فلوريدا في عام 51 على أمل إيجاد حياة أفضل، وسرعان ما اكتشفت الذهب هناك. قابلت فرانك براك عندما كانت تعمل في ناد يدعى جدول الريف الهندي في فلوريدا. كان فرانك براك قد ورث أكبر شركة حلوى في أمريكا، إمبراطورية تساوي ملايين الدولارات في شيكاغو. كان الرجل الستيني متزوجا، ولكن خلال سنة واحدة أصبحت لديه زوجة جديدة، هيلين البالغة 39 عاما. أصبح لبائعة السجائر ثروة غير محدودة تقريبا. كانت لديهما حياة جيدة سويا. انتقلت هيلين للعيش في منزل فرانك الفخم في جلين فيو، الضاحية الغنية في شيكاغو، حيث بدأت تعيش حياتها المترفة. كان لدى فرانك خيول للسباق، وقد عرفها إلى عالم الخيول بامتلاكه لهذه الأحصنة. كانوا يتناولون الغداء مع مالكي الخيول الآخرين في مدرجات فلوريدا وفي إلينوي، هذا ما كانوا يستمتعون بفعله. كانت هيلين وزوجها يتنقلان بين عقاراتهما الكبيرة في شيكاغو ومنزلهما في فلوريدا. أغدق فرانك على هيلين أشياءها المفضلة، التحف والمجوهرات والسيارات الفخمة. كانت هيلين تحب سياراتها أن تكون باللون الوردي والأبيض مثل ألوان حلويات براك. في عام 1966 باع فرانك مؤسسة حلوى براك وضاعف ثروته. لكن في ذلك الوقت كان فرانك بعمر يناهز 76، وكان محصورا في الكرسي المتحرك، وبعضهم قال إنه مصاب بمرض الشيخوخة،
ونادرا ما ترك الزوجان منزلهما في جلين فيو. في عام 1970 مات فرانك وترك لهيلين ثروة بقيمة 30 مليون دولار. سيدة فقيرة من أوهايو تتزوج بالسيد براك الغني وتحصل على 30 مليون دولار. لم تتقبل نخبة شيكاغو الاجتماعية هيلين، أصبحت منعزلة وغريبة، أحاطت نفسها بعشرات من الكلاب، أصبحت حيواناتها الأليفة وتعلقها بها هاجسا لديها. لم تكن ممن كانوا يخرجون في زيارات اجتماعية، وأصبحت الحيوانات تشكل جزءا كبيرا جدا من حياتها. صديق هيلين الأقرب كان مستخدمها جاك ماتليك، كان يعتني بالعقارات وأصبح سائقها، كانت تدعوه مدبر منزلها. بعد ذلك وفي عام 1973 دخل رجل آخر حياتها، ريتشارد بيلي، رجل جذاب وعلى ما يبدو أنه تاجر خيول غني. قابلت هيلين براك عبر سيدة في مغسل للسيارات، كنت أغسل سيارتي وكان عند هذه السيدة سيارة كاديلاك جميلة، فبدأت أتحدث إليها وقالت أن أعرف سيدة لطيفة قد تود أن تقابلها. هذه الصديقة كانت هيلين براك. بالطبع لقد اهتم بالأمر عندما سمع أنها وريثة براك للحلوى. كان ريتشارد عاشقا للحياة المترفة وقد ملأت له دورا خياليا. تقابلا في مطعم. كان بيلي أصغر من هيلين بعشرين عاما، لكنها ارتاحت إليه. ترعرعت في نفس البيئة التي نشأت فيها، من عائلة فقيرة جدا، فكنا أنا وهيلين براك متشابهين تماما. وجد العديد من النساء ريتشارد بيلي جذابا. ولد ونشأ في مزرعة فقيرة في إلينوي. لم يتمكن بيلي من إكمال دراسته، عمل كمعلم رقص ومدرب قيادة، ولكن أفضل ما كان يجيده هو أن يجذب النساء الغنيات الأكبر منه سنا. كنت أدعوه دائما الرجل الأكذوبة، ليس عنده خيال حقيقي، لكنه كان يصطاد النساء، كان مشهورا بذلك. بداية حديثه كانت دائما أنت حقا سيدة راقية. سألت ريتشارد ذات مرة كيف يمكنك أن تغازل هؤلاء النسوة الكبار، فأوضح لي أن لدى كل امرأة بينهن شيء جذاب، فهو يركز على ذلك الشيء عندما يكون معهن، وأيضا يفكر كثيرا بالمال. وفي الوقت الذي قابل فيه هيلين كان ريتشارد بيلي يستغل جاذبيته ليبيع الخيول في شيكاغو. سيكون بيلي ساحرا ومتفانيا، وعندما كانت تبدأ امرأة وحيدة غنية بالثقة به كان يبيعها حصانا. ستكتشف الامرأة في آخر الأمر أن الحصان كان عديم القيمة مثل مشاعر بيلي. يأتي أحد ما يبحث عن حصان ليشتريه، فأقدم له العشاء وسرعان ما يشتري حصانا. هذه هي التجارة. بدأ هيلين تستمتع بالوقت الذي تقضيه برفقة بيلي. شعرت أنها يمكن أن تكون على سجيتها في الوقت الذي بقيت تتمتع فيه بالحياة المترفة. كنت أمر لأخذ هيلين براك من بيتها إلى شقتي، كنت أعد لها شرائح اللحمة كانت المفضلة لديها، كان لدي منظر بانورامي لمدينة شيكاغو وكانت تحب ذلك فعلا. كانت هيلين كريمة تجاه بيلي، كانت تشتري له الهدايا وتأخذه في رحلات. أثناء إحدى رحلاتهما إلى فلوريدا أخبرته بأنها مهتمة بشراء بعض الخيول. لقد أحبت الحيوانات وأحبت الخيول، وقد أعطاها هذا شيئا لتفعله بعد موت زوجها. اشترت هيلين خلال سنة واحدة 3 جياد من بيلي ب95 ألف دولار. كلفة الخيول عليه كانت 18 ألف دولار. لم تفز خيول هيلين الجديدة، ولكن يبدو أنها لم تكن تكترث. من المحتمل أنها كانت تساعد ريتشارد قليلا لكي تحظى بفرصة قضاء بعض الوقت المحدود معه، وهذا ما حصل. لم تبدي هيلين أي إشارة بأنها كانت تعتقد أن ريتشارد كان يغشها. في عام 76 كانت في نيويورك لتحتفل بالسنة الجديدة،
ولم ترغب بذلك من دون ريتشارد بايلي. كانت تقول لي: ريتشارد، أرجوك تعال، اشتقت إليك، أريد أن أكون معك أكثر من أي أحد آخر في العالم. كانت ستتحمل مصاريف كل شيء، وهذا ما حصل. دعت هيلين بايلي إلى مطعم وولدوف إستوريا، حيث رقص الاثنان طوال الليل على صوت جاي لومباردو. بدأ أن الأرملة المنعزلة قد وجدت علاجا لوحدتها. خططت هيلين لقضاء فصل شتاء عام 77 في بيتها في فلوريدا، ولكن أولا قامت بزيارة إلى عيادة مايو لإجراء فحص روتيني. بعد قضاء 5 أيام في المستشفى أعطيت هيلين شهادة صحية نظيفة. عند خروجها من المستشفى توقفت هيلين عند متجر باكسكن للهدايا، حيث اشترت صابون المرمر وبعض المساحيق. طلبت هيلين من البائعة الإسراء، قالت إن مدبر منزلها ينتظرها. دفعت الحساب وأخذت هيلين معطفها الفرو وخرجت. لم تشاهد هيلين براك بعد ذلك. قد تكون قتلت من أجل المال أو من أجل الحب، أو لربما كانت تعرف أشياء ما كان يفترض أن تعرفها. يبدو أن واحدة من أغنى نساء شيكاغو قد اختفت في الهواء. عندما اختفت وريثة الحلوى هيلين براك في شيكاغو عام 77، تحيرت الشرطة من النقص في المعلومات. بدأوا باستجواب أقرب الناس إليها، بمن فيهم سائق هيلين جاك ماتلين. لقبت هيلين براك جاك ماتليك بمدبر منزلها، وقد فعل الكثير من الأشياء حول المنزل. أبقى خصلة من شعر هيلين محفوظة في علبة مخملية إلى جانب سريره، وعندما بدأت الشرطة تحرياتها بدأت تشك في الأمر. لم تستطع الشرطة إيجاد أي شخص يمكنه أن يؤكد أنه رأى هيلين بعد أن غادرت عيادة مايو، ولكن ماتليك أخبرهم بأنه قد رآها. ادعى أنها عادت إلى منزلها في شيكاغو بعد خروجها من عيادة مايو، وأنه أقلها من المطار، لكن الشرطة اعتقدت أن قصته غير مترابطة. لم يتمكنوا من إيجاد شخص واحد رأى هيلين براك عائدة من مينيسوتا. كان لدى ماتليك المزيد. قال إنه أوصل هيلين بعد بضعة أيام إلى المطار لتلحق بطائرة إلى فلوريدا، لكن عندما اتصل المحققون بالخطوط الجوية لم يتمكنوا من أن يجدوا حجزا باسمها. وعندما فتشوا منزلها وجدوا أدلة أكثر جعلتهم يشكون أن ماتليك لم ينطق بالحقيقة. وجدوا حقيبة فيها كل الملابس والبيانات التي كانت ستأخذها معها إلى فلوريدا. كان مدبر المنزل قد أعاد طلاء وفرش الغرفة الأمامية، وقام بغسل سيارتها، وادعى أنه أوصلها إلى المطار. بدأ بتوقيع شيكات باسمها بعد فترة قصيرة على اختفائها، وزور إمضاءها أيضا، مما يشير إلى أنها كانت لتعود إلى المنزل كي تكتشف ما فعله. في الحقيقة أن ماتليك وقع اسم هيلين براك على شيكات لنفسه بقيمة $13,000، وأخذ مجوهرات ونقدا من صندوق إيداعاتها. أتلف ماتليك أيضا بعضا من أوراق هيلين الشخصية والمذكرات بمساعدة أخيها تشارلز فورهيس. ادعى الرجلان بأن هيلين لم تكن تريد أن يعرف أحد أي شيء عن عملها الخاص. قال إنها تركت لهما ملاحظة تطلب فيها أن يحرقا أوراقها، لكنهما لم يحتفظا بتلك الملاحظة. في غضون يومين يحرقون كل المذكرات بحسب وصيتها، كيف عرفوا أن شيئا ما قد حدث لها؟ أظهر سلوك ماتليك أنه كان يعرف أن هيلين لن تعود، والسؤال كيف كان يعلم ذلك إذا لم يكن متورطا بطريقة ما في اختفائها. ولكن كان هناك مشتبه به آخر، ريتشارد بايلي، تاجر الخيول والعشيق، صاحب السمعة السيئة الذي سبق لهيلين أن كانت على علاقة رومانسية به. ادعى بايلي بأن لا علم له بما حصل لهيلين. قال إنه كان في فلوريدا ينتظر أن يقابلها، ولكنها لم تأتي. افترضت بأنها قد خرجت مع رجل آخر، لأني اتصلت مرارا من فلوريدا، مع أني لم أصدق أنها قد تتخلى عني بهذه السرعة. عندما تحققت الشرطة من روايته تبين أن جزءا من كلامه على الأقل كان صحيحا.
كشفت سجلات الهاتف عن اتصال من بيلي في فلوريدا إلى هيلين في عيادة مايو. كان بيلي شخصا مثيرا للتساؤل ولا حجة لديه، وكانت تصرفات ماتليك مريبة، لكن التحقيق لم يستكمل. كان الرجلان في حياة هيلين، ريتشارد بيلي وجاك ماتليك، يعتمدان عليها من أجل المال، ويبدو أن أحدهما قد قام بقتلها، لكن من دون جثة أو سلاح جريمة. لم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على أي منهما على الإطلاق. ليس لديك جثة، فإذا لديك مشكلة. أنت لا تعرف إذا كانت قد تلقت ضربة على الرأس بآلة صلبة في إشارة إلى شجار مفاجئ، أم حصل ذلك عن عمد. بدأ أن واحدة من أغنى النساء في شيكاغو، هيلين براغ، قد اختفت فحسب. لم تتحرك القضية لمدة سنتين. بعد ذلك ظهرت رسالة بالطلاء الأحمر على طريق قرب عقار هيلين تقول: ريتشارد بيلي يعرف مكان جثة السيدة براك، أوقفوه أرجوكم. كان هناك الكثير من التخمينات. كان يمكن أن يكون تجار الخيول الذين كانوا غيورين من عمل وموقع ريتشارد قد حملوا عليه فعلا. واحد من تجار الخيول دس تلك الرسالة هناك. كل تجار الخيول يكرهونني لأني كنت أمثل نفسي فقط. بعد سنتين على اختفاء هيلين براك، أرادت الشرطة أن تتحدث إلى ريتشارد بيلي ثانية. جاء المحققون من جلين فيو وسألوني عن بضعة أشياء، لكن محاميتي منعتني من التحدث إليهم. وصلت القضية إلى طريق مسدود، فمن دون جثة أو سلاح لم تتمكن الشرطة حتى من إثبات أن هناك جريمة وقعت بالفعل، أو حتى اتهام بيلي بأي شيء. في شباط فبراير عام 84، وبعد 7 سنوات على اختفائها، أعلنت ولاية إلينوي وفاة هيلين براك رسميا. عندما نفذت وصيتها ذهبت كل ثروتها التي تساوي 30 مليون دولار تقريبا إلى المؤسسات الخيرية التي كانت تعتني بالحيوانات. ورث أخو براك تشارلز فورهيس 500 ألف دولار، وحصل جاك ماتليك على 50 ألفا. ضعفت القضية في السنوات العشر التالية، ونمت أسطورة الورثة المفقودة. أصبحت مهمة وهي ميتة أكثر مما كانت عليه وهي حية. كل شخص كان يقرأ الصحف في شيكاغو ويستمع إلى الراديو وإلى التلفاز مدرك للغز هيلين براك. لعلها كانت الجريمة الغامضة الأكثر شهرة في تاريخ شيكاغو. لكن في عام 89 كانت قضية هيلين براك على وشك أن تخرج من التاريخ لتبرز في العناوين مجددا. سمع ستيفن ميلر مساعد المدعي العام والذي ربح لتوه قضية مثيرة فيها احتيال وقتل، سمع أن امرأة تدعى باربرا موريس قد تقدمت بدعوى قضائية تدعي فيها أن رجلا مخادعا نصب عليها مبلغ 50 ألف دولار في عقد بيع حصان. ليس لديه سجل إجرامي ولم يسبق له أن اعتقل، لكن الإشاعات كانت تقول إنه فعل الأمر عينه مع نساء أخريات. كان ميلر من شيكاغو، وكان لا يزال في كلية الحقوق عندما اختفت هيلين براك. لطالما أثارت هذه القضية اهتمامه. عندما أدركت أن هناك إمكانية لإعادة فتح ملف القضية قمت بذلك. لم يكن المدعي ستيف ميلر غبيا، كان يعلم أن القتل والاحتيال مرتبطان، وتبين لديه وجود رجل مخادع تاريخه حافل بالشكاوى الموجهة ضده، إنه ريتشارد بيلي. لم يجمع أي محقق أدلة كافية لتجريم أحد على قتل هيلين براك. كان ميلر يتمنى أن يغير هذا. من منا لم يكن يرغب في حل قضية هيلين براك؟ أعني أن ذلك سيكون علامة فارقة لأي شخص. تعمق ميلر في تاريخ بيلي ووجد سلسلة من الدعاوى قد حفظت ضده من قبل النساء الغنيات، كلهن يدعين أن بيلي قد باعهن خيولا عديمة القيمة مقابل مبالغ طائلة. لقد كان يقدم هذه الخيول على أنها خيول فائزة وذات قيمة عظيمة، بينما كان العديد منها مشلولا تقريبا. لم تكن تلك الخيول ما كان يدعي. امرأة بعد الأخرى، كلهن يتهمن ريتشارد بيلي بأنه غشهن، فبدأت بالتحقيق.
كلما تعمق ميلر بالبحث كلما ازداد اقتناعه بأن بيلي كان أكثر من مجرد تاجر خيول. بعد 12 سنة على اختفاء وريثة الحلوى هيلين براك، تعثر ستيف ميلر باسم رجل مخادع كان ذات مرة على علاقة مع براك، ريتشارد بيلي. علمت الخبرة ميلر أن الاحتيال والقتل يكونان أحيانا مرتبطين. أعيد إحياء التحقيقات في جرائم القتل القديمة الغير محلولة، ثم أعالج الحالات ليس كجرائم قتل بل كجرائم مالية. لقد طورت منهجية صغيرة أشير إليها بإلحق الاحتيال تحل جريمة القتل. اعتقد أنه وجد فرصته في قضية هيلين براك. كان ستيف ميلر رجلا ذكيا وطموحا جدا، كان يبحث عن قضية تضع اسمه في الواجهة، ووجدها في قضية اختفاء هيلين براك. كانت قصة مثيرة فيها أسماء من الطبقة الراقية ومجرمون من الطبقة الدنيا ومال وقتل. تفحص ميلر تاريخ بيلي جيدا وعلم أنه كان يخدع النساء منذ عقود، والنتيجة كانت صورة لرجل ولد مخادعا. بدأ ريتشارد بيلي بخداع النساء في سانت لويس حيث كان يدير مدرسة لتعليم القيادة. كان يتبع أي نوع من الأساليب للحصول على المال بعيدا عن النساء، من خداعهن إلى جعلهن يصرفن ساعات ليتعلمن كيف يقودن سيارة، وبعد ذلك كما تعرف عندما تنفد منهن الأموال ولا يتمكن من اجتياز اختبار القيادة فلا أحد يهتم طالما أنه حصل على أمواله. عندما لحقت سلطات سانت لويس ببيلي حزم أمتعته وتوجه إلى شيكاغو حيث بدأ عمله في الخيول. لقد كان يدرك جيدا أنه ما من وسيلة للاحتيال أفضل من الخيول. فهم أن الناس الذين كانوا ينجذبون إلى الخيول لديهم أموال كثيرة، فكان المكان مثاليا بالنسبة إليه لكي يكون مع منتج لا قيود عليه ونساء أكثر مع أموال أكثر. وهناك قابل عائلة جين. يحوم الكثير من الأغنياء حول تجارة الخيول، وكانت عائلة جين هي التي تسيطر دائما على معارض الخيول لأن أغلب الناس كانوا يخافون منهم. هو نفسه قد خدع منهم واشترى حصانا، وهكذا قرر بيلي أنه يجب أن يدخل هذا المجال. شكل أفراد عائلة جين عصابة سيئة السمعة وقاسية، كانت تهتم بعرض الخيول وبيعها. أطلقت عليهم شرطة شيكاغو اسم مافيا الخيول. لم يكونوا نصابين فحسب، كانوا من أولئك رجال الأشرار الذين يستغلون النساء حتى إلى درجة ارتكاب جريمة قتل. كان بيلي يوقع بالنساء بينما الآخرون يبيعون الأحصنة. أعتقد أن بيلي وجد مجموعة من الناس بنفس الأخلاقيات والمقاييس التي يتمتع بها هو نفسه، بمعنى كيفية جمع المال وكيفية استغلال النساء من خلال مجموعة متنوعة من المخططات. وجد بيلي ما يريده من خلال الإعلانات الشخصية في الصحيفة، وكانت إعلاناته دقيقة كغيرها من الإعلانات الشخصية الأخرى. كانت تقول إن لديه سيارة مرسيدس حمراء ولديه عمله الخاص ويحب العشاء المميز. كان يبحث عن النساء الوحيدات اللواتي لديهن فراغات عاطفية ضخمة في حياتهن وبحاجة لأن تملأ. وبعد ذلك عندما تشعر المرأة بأنها تثق به، وعندما كان يعرف أنهن في النهاية سيتجاوبن معه، كان يعرف أنهن سيتجاوبن معه ماليا أيضا. لكن ميلر بقي من دون أي دليل على ضلوع بيلي في اختفاء هيلين براك، وحصل بعد ذلك على اختراقه الأول في القضية. تلقى معلومة عن نوع آخر من جرائم القتل. رجل اسمه توم بيرنز كان سيسافر من شيكاغو إلى فلوريدا ومعه حصان في مقطورة الخيول، وبمجرد وصوله سيقتل الحصان لعملية نصب على شركة التأمين. كان معروفا بأنه القاتل المأجور رقم واحد في معارض الخيول.
كانت مجموعة تجار الخيول تعرف كل شيء عن توم بيرنز، ولكن لا أحد يتحدث عنه. كان الشخص الذي تقصده إن كانت لديك مشكلة لن تنتهي. كان يلقب برجل الرمل، كان يبقي الخيول نائمة. هناك أمران فقط يحصلان عندما يكون توم في معرض للخيول، إما أن يموت حصان أو أن يختفي، فكان إما أن يسرق أو أن يقتل. اعتقل توم بيرنز في فلوريدا في عام 91 واتهم بقتل حصان. سافر ميلر لاستجوابه على أمل أن يكون على علم بشيء يخص ريتشارد بايلي وهيلين براك. أخبر تومي بيرنز قصته عن كونه قاتل الخيول التي يملكها الأغنياء الذين لم يعودوا يرغبون بها. قال بيرنز إنه لا يعرف أي شيء عن وريثة الحلوى، لكن ميلر أراد أن يعرف أكثر عن صفقات الرجل الرمل القذرة. كان يقتل خيول أصحاب عالم الفروسية، الناس الذين عاشوا على أراضي الفروسية الواسعة، الناس الذين عملوا في تجارة بعض من المواشي الباهظة الثمن. إذا لم يعد باستطاعة الحصان تأدية ما عليه، يصبح عندئذ عبئا غير ضروري على شخص ثري يهتم بالخيول، مثلا كأن يدفع بدل معالجتها. ثم أخبر بيرنز ميلر عن عملية قام بها لصالح جورج ليندمان الصغير، وهو ابن واحد من أثرى رجال أمريكا. كان ليندمان لاعبا أولمبيا يأمل امتطاء فرس قيمتها $250,000 واسمها كاريزما، لكنه كان يعاني من مشكلة مع فرسه، فهو لم يدرب كاريزما لتكون فائزة. أحبطه ذلك، أحرجه. كانت تفوز عليه خيول أخرى قيمتها الشرائية عشر قيمة فرسه. إذا أظهرت الفرس موهبتها مع راكب آخر، عندها سيظهر جورج ليندمان بأنه يفتقر إلى الموهبة. وبدلا من الاستغناء عن الفرس أو شراء فرس أخرى، استأجر تومي ليصعق الفرس بالكهرباء ويقبض بعد ذلك إيراد التأمين. جنى المليونير الشاب من شركة التأمين $250,000. ثم أخبر بيرنز ميلر عن عشرات المدربين ومالكي الخيول الذين كانوا ببساطة يقتلون الخيول المخيبة للأمال ويجنون ملايين الدولارات من شركات التأمين. تلك الأسرار القليلة الوسخة عن عالم الخيول أعطت دعما لميلر كي يستدرج كل من يرتبط بتجارة الخيول ليتكلم عن غيره من التجار. لأسباب أخلاقية يصعب التغلب على عالم الخيول في شيكاغو. كلما اقترب ميلر من شيء ينسحب مخادع آخر. كان من الصعب تحديد من كان يقول الحقيقة. تحتاج إلى جدول لملاحقة المخبرين. كان أهمهم تاجر الخيول النصاب جو فلامونز. كان فلامونز يواجه حكما بالسجن بسبب الاحتيال في تجارة الخيول. عندما سمع أن ميلر كان يبحث عن المعلومات، قرر أن يبرم معه اتفاقا. أخبر ميلر أنه يعرف سبب اختفاء هيلين براك ومن كان مسؤولا عن ذلك. جو بليمونز الذي أصبح شاهدا حكوميا رئيسيا في هذه القضية كان يعرف ريتشارد بايلي جيدا وتاجر معه أيضا. يبدو أن جو بليمونز هو مفتاح هذه القضية. كانت لديه قصة ليرويها، وبدت أنها ستحل لغز اختفاء هيلين براك أخيرا. بعد 3 سنوات من محاولته لبناء قضية ضد ريتشارد بايلي، بدأ المحقق الفيدرالي ستيف ميلر يشعر بالإحباط. تمكن من ربط الرجل المخادع إلى وريثة الحلوى المفقودة، ولكنه لم يتمكن من إيجاد حافز قوي للجريمة. وبعد ذلك حالف ميلر الحظ. أخبره تاجر خيول النصاب اسمه جو بليمونز أن هيلين براك كانت تخطط لتسليم بايلي إلى الشرطة. كانت هيلين صفقة تجارية جيدة بالنسبة لريتشارد بايلي، لكن إذا اكتشفت نصبه يكون لدى بايلي حافز للقتل. كان لدينا شهود، ليس لجريمة القتل نفسها بل لكل ما قد يوصلنا إلى الجريمة. نعتقد أن ريتشارد بايلي أوصى بقتل السيدة براك. قال بليمونز إن بايلي عرض عليه أن يدفع $5,000 مقابل قتل هيلين براك لإبقائها صامتة،
لكن بليمونز كان بعيدا كل البعد عن أن يكون شاهدا مثاليا. كان بليمونز رجلا مخادعا طوال حياته. من الواضح أن بليمونز باع امرأة ما حصانا مقابل 175,000، كان قد كلفه 10,000. لقد كان هكذا طوال حياته. قال بيلي إن بليمونز كان يكذب، كيف يمكن تصديق نصاب؟ وبليمونز قال إن بيلي يكذب، إنه هو النصاب بعينه. كانوا جميعا مخادعين. لكن ستيف ميلر كان مقتنعا بضلوع بيلي في اختفاء هيلين براك. لم يكن بيلي مجرد فنان في النصب، كان لدى ميلر أدلة قد تكون قاسية. كان هناك امرأة اسمها ليندا هولمود، كانت حزينة ومأساوية إلى أقصى درجة. كانت مطلقة، عانت من الإدمان الحاد على الكحول، كانت بلا أصدقاء. ولاحظ بيلي على الفور أنها قد تكون حمامة سهلة كما كان يشير إليهن، لأنه لم يتبقى لديها سوى القليل من المصادر العاطفية والعقلية. وفجأة أصبح لهذه المرأة فارس أبيض، واعتقدت أن حياتها قد انقلبت. ولكن كل ما فعله بيلي لليندا هولمود كما يقول ميلر هو إقناعها لشراء بعض الخيول العديمة القيمة، وعندما انتهى منها أصبحت مفلسة ووحيدة. كانت طبيعة جرائم ريتشارد بيلي ضد النساء من دون رحمة، لدرجة أنني أعتقد بأنه كان قادرا على لعب دور في جريمة قتل. بعد 5 سنوات تقريبا من التحقيقات، أصبح لدى ميلر أخيرا أدلة كافية ليأخذها إلى هيئة المحلفين الكبرى. تجمع القطع مع بعضها، بيلي هو نصاب متسلسل، وقد انقلب على رأسه لأنه طال شخصية قوية وبارزة جدا في شيكاغو. تهدده هذه الشخصية بالذهاب قريبا إلى السلطات، وبعد ذلك تختفي فجأة. طلب ميلر من هيئة المحلفين اتهام بيلي 29 تهمة، ابتداء من النصب وصولا إلى التآمر على القتل. وأظهر بعض الجرائم التي ارتكبها بيلي وعصابة عائلة جين خلال 20 سنة. ولأن المسألة كانت متعلقة بالنصب والاحتيال، تمكن ميلر من جلب تهم الاحتيال للكسب المالي، ويدعي أن قضية قتل هيلين كانت جزءا من مخطط إجرامي أكبر. في 27 تموز/يوليو 1994، وبعد 17 عاما على اختفائها، جرمت هيئة المحلفين الكبرى بيلي بالتآمر لقتل هيلين براك. قتل ريتشارد بيلي أرملته الأخيرة وغش ضحيته الأخيرة. من أجل إسكات هيلين براك تآمر بيلي، أوصى وتسبب في قتلها. جرمت هيئة المحلفين الكبرى 21 شخصا آخر بسبب جرائم متعلقة بقتل الخيول من أجل مال شركات التأمين. بيلي اعترف أنه نصب على النساء، لكنه أنكر أنه غش هيلين، وقال أن لا علاقة له باختفائها. كان على بيلي أن يختار، يمكنه ترك هيئة المحلفين تقرر مصيره على 29 اتهاما، بما في ذلك تهمة التآمر على القتل، أو الاعتراف ببعض التهم على أمل أن يراعيه القاضي في الحكم. لربما تجده هيئة المحلفين مذنبا لأنه مواجه بالكثير من اتهامات الاحتيال من تلك النساء. قرر بيلي ألا يطأ أمام هيئة المحلفين، فقام بعقد صفقة. اعترف بذنبه في 16 قضية، وهي القضايا التي لا تمت إلى جريمة قتل هيلين بصلة. كانت الاستراتيجية القانونية أن يأخذ القضية بعيدا عن هيئة المحلفين التي لربما ترى الأشياء من الزاوية العاطفية. لكن إذا رأى القاضي ميلتون شيدر أن الدلائل تشير إلى ضلوع بيلي في اختفاء هيلين براك، سيمضي بيلي البالغ 65 عاما بقية حياته في السجن. كانت مخاطرة. وبدأت جلسة المحاكمة في 22 مايو/1995. لقد كانت أكبر قصة إجرامية في المدينة. هل كان ريتشارد بيلي نصابا فقط أم هل كان قاتلا؟ يبدو أن الجمهور سيعرف، وبعد 17 عاما، حقيقة ما حدث لهيلين براك. في عام 1995، وبعد 18 عاما على اختفائها،
جرم المدعي ستيف ميلر ريتشارد بيلي على اتهامات النصب والتآمر لقتل وريثة الحلوى المليونيرة هيلين براك. لوح بيلي بيمينه إلى هيئة المحلفين ووافق على ترك القاضي يقرر مصيره في الحكم. رجل مخادع كامل دخل إلى المحكمة مقتنعا بأنه هزم مؤامرة اتهامه بالقتل. كان بيلي شخصا مؤثرا، وهذا ما اعتمد عليه طيلة حياته. من كان حاضرا في المحكمة سخر قائلا: إن لم يخرجوا المحلفين الإناث من المحكمة فقد يسحرهن بيلي ويطلقون سراحة. أوضح ميلر طريقة عمل بيلي أمام القاضي. كان يتودد إلى ضحاياه الوحيدات، قد يعدهن أحيانا بالزواج ثم يبيعهن خيولا عديمة القيمة، وغالبا ما كانت النساء تبقين مذلولات ومفلسات. عندما يرغب أحدهم في إذلال إنسان آخر إلى هذا الحد، لن يكون القتل بعيدا عنه. قال ميلر إن بيلي قد استغل هيلين براك بالأسلوب نفسه، وعندما اكتشفت ذلك وهددت بالذهاب إلى الشرطة قام بيلي بقتلها. لكن محامي بيلي قال إن قضية ميلر كانت ظرفية بحتة. أخذ بعض الوقائع الغير مترابطة عن علاقة بيلي بالنصب في عالم الخيول، ولم يكن هناك دليل يبرهن بأنه ضالع في جريمة قتل هيلين براك. في الحقيقة قال الدفاع إن هيلين قد جمعت مالا عن طريق الخيول التي باعها لها بيلي. بعضها كان يفوز بالسباقات، وأظن أن هذا الجزء بأكمله من دعوى الحكومة لم يكن كاملا. قال الدفاع إن بيلي لم يفكر في القتل، فإذا وقع في مشكلة كان يلجأ إلى جاذبيته. لم يكن خائفا من أنه سيحاكم، كان ريتشارد يثق دائما أن بإمكانه إخراج نفسه من أي ورطة. ولكن المحاكمة انقلبت هذه المرة. كان بيلي منغمسا حتى رأسه. هيلين براك كانت أغنى امرأة يقوم بيلي بالنصب عليها، وهذا أحدث فرقا. كانت السيدة براك واحدة من أثرى نساء شيكاغو، وبإمكانها أن تسقط قوة تنفيذ القانون في هذه المنطقة. خططت أن تذهب إلى مكتب المدعي العام في الولاية. خططت أن تستغل ثروتها وتأثيرها في هذه المنطقة لكي تطيح بريتشارد بيلي. شهد جو بليمونز أن بيلي أخبره بأن هيلين قد كشفت أمره وعرض عليه $5,000 كي يقتلها. لكن بليمونز كان نفسه نصابا ومدانا سابقا، وكان يحاول الحصول على حكم مخفف مقابل شهادته. هؤلاء هم أضعف أنواع الشهود، وأنت لا تريد أن تعتمد على شهود من هذا النوع. وأخيرا قدم الدفاع المتهم جاك ماتليك مدبر منزل هيلين براك. ماتليك الذي كان ناظرا أعتقد أن الأصابع تشير إليه. زور ماتليك شكات هيلين وأتلف أوراقها الشخصية وأعاد فرش منزلها بالسجاد، كل ذلك بعد أسابيع قليلة من اختفائها. كان هناك بعض الأشياء الغريبة الملاحظة على جاك ماتليك. هل حقا كانت له علاقة بجريمة القتل؟ والجواب إني لست متأكدا. هذا هو الجزء الذي لا يزال غامضا. كان ماتليك قد أخبر الشرطة أنه أحضر هيلين إلى المطار لتلحق طائرة فلوريدا بعد بضعة أيام فقط على عودتها من عيادة مايو. كانت بمجرد عودتها من عيادة مايو ستذهب إلى السلطات. كان على جدول أعمالها وضع ريتشارد بيلي وراء القضبان. إن كانت ستذهب إلى مكتب المدعي العام أو حيثما كانت ستذهب، فلماذا ذهبت إلى المطار إذن؟ لماذا لم تذهب حالما رجعت من العيادة؟ إن تفاصيل سلوك جاك ماتليك كانت سببا في ارتياب القضاة. حتى القاضي تساءل عن سبب عدم وجود أي تهم موجهة إلى جاك ماتليك، ولكن لم يكن ماتليك هو الذي يحاكم. القاضي يأخذ بالأدلة الموضوعة أمامه، فالمحاكمة موضوعها الأدلة وليس الحقيقة. كانت جلسة الاستماع للحكم مليئة بالاتهامات والاتهامات المعاكسة. وبعد 3 أسابيع كان القاضي شيدر مستعدا للنطق بالحكم، وكتب في ذلك 41 صفحة يوضح فيها حكمه.
سجن فيدرالي، ولا يزال ريتشارد بين يزعم أن لا علاقة له باختفاء هالين براك. أضمن لك بأنها ستعلق ستيف ميلر. مع نهاية 5 أعوام من تحقيقات ميلر، أدين 36 شخصا بجرائم متعلقة بتجارة الخيول، بمن فيهم توم بيرنز رجل الرمل وجو بليمونز وجورج ليندمان الصغير. يعيش جاك ماتليك على بعد مسافة قصيرة من المكان الذي نشأت فيه هيلين براك، وعلى الرغم من حكم إدانة ريتشارد بيلي إلا أن لغز الوريثة لم ينتهي بعد. يمكنك أن تجد الناس كي تعبر لهم عن وجهة نظر معينة. هناك صناعة منزلية قائمة على قضية هيلين براك. الشيء الوحيد الذي يقفل القضية هو الجثة. كان هناك الكثير من التشعبات. ريتشارد ومجموعته كانوا واضحين، وهكذا تستمر كونها جزءا من الغموض المحيط بتجارة الخيول. لا تزال هيلين براك مفقودة. يوجد في مقبرة في منطقة يونيون بورت في بلدها أوهايو نصب بنته بنفسها لتدل على مثواها الأخير. يركض تحت هذا النصب والدا هيلين وزوجها فرانك وكلباها المفضلان كاندي وشوغر، ولكن قبر هيلين فارغ، لم يعثر على جثتها أبدا. حلت أكثر قضايا شيكاغو غرابة، ولكن ما حصل بالفعل لهيلين براك يبقى لغزا. كنتم مع دومينيك دون.